نروح للوطن سبورت وبيتكلموا على لعيب مهم جدا بالمناسبه وهو عربي بدر واللي متواجد في قائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم قائمه ال 18 لاعب وهم بيوصفوه بالجوكر الجديد في النادي الاهلي وفي خطه مستر ريني فايلر. ليه جوكر؟ لان اللاعب من افضل اللاعبين المتواجدين في قطاع ناشئ النادي الاهلي في الحقيقه، بيلعب في مركز المساك، بيلعب في مركز وسط الملعب، فبيجيد من اكثر في اكثر من مركز في الحقيقه. ده امر مميز جدا عند لاعب زي عربي بدر لسه ناشئ بيحاول ياخد خبرات كتيره. واضح ان مستر فايلر معجب بيه وهو فعلا لعيب يستحق، يعني امكانياته جيده جدا، ووارد ان ممكن نلاقي اللاعب ده بيشارك سواء بشكل اساسي او كبديل على مدار احداث المباراه. لكن في كل الاحوال هو لاعب مميز وان شاء الله يكون اضافه لفريق النادي الاهلي. والجوكر دايما اللاعب الجوكر اي مدير فني بيبقى بيميل ناحيته. ليه؟ لان احنا مثلا عارفين طبعا حضراتكم على مدار مباريات كتيره عديده لما بيبقى عندنا لعيب بقيمه وقامه احمد فتحي موجود كظهير ايمن، شفنا مثلا في مباراه صن داونز عمل تغيير مستر فايلر، طلع متولي ونزل محمد هاني ظهير ايمن وحط احمد فتحي في نص الملعب لانه بيجيد اللاعب في نص الملعب جوكر. عندك احمد فتحي كمان بيلعب ظهير ايسر، فكل ما يبقى عندك عناصر كتيره كجواكر اصحاب امكانيات مميزه في مختلف المراكز فهتلاقي المدير الفني دايما بيلجا لهم، دايما بيميل ليهم، بيحبس تواجدهم في الفريق عشان بيدوا له اريحيه في التغييرات سواء في مجريات المباراه او كتغييرات وتبديلات في الشوط الثاني يعني تحديدا. فاتمنى العربي بدر كل التوفيق سواء لعب كمدافع او في وسط ملعب النادي الاهلي في مباراه اليوم او في مختلف المباريات الاخرى.